بص يا نور، انا عهدت نفسي ان انا اي حاجه تخصكم انا ماليش دعوه بيها، بس قلقت اول ما شفت عربيه ماشيه ورا الولاد. عربيه ايه؟ عربيه واقفه هنا من بدري، اول ما شافت الولاد جريت وراهم زي ما تكون كانت مستنياهم. تجري كده ليه فيها؟ ايه ده نور، انت نازله شرقة البيجاما؟ معلش يا حبيبي، في حد كان ماشي وراكم العربيه شفتوه؟ متاكدين؟ ايوه يا نور. لو اي حد لقيته ماشي وراكم بعربيه او بيحاول يضايقكم تصوتوا في الشارع وتخلي حد يساعدكم، فاهمين ولا لا؟ يا نور الجو، انا اخر مره مامي قالت لي الكلام ده كنت قد ايه. اسمعوا الكلام وخلاص. سامع بقول ايه؟ انا بتكلم بجد، ما بهزرش. دلوقتي هتمشوا قدامي وانا همشي وراكم بالعربيه لحد المدرسه وهاجي اخدكم. ما تطلعوش بالعجل غير لما اجي لكم. امشوا قدامي، ما تتحركوش. خلي بالك من اخوك قدامي. سفيه شويه سيس. الحمد لله. رحت فين بدري كده؟ كان ورايا شغل. تفطر طيب؟ والله يا ريت.